ديال الشهور العمل في الهيئه لقينا راسنا ما كنافونسيوش، لي دوسي ما كيترطاوش، الميدسان ما كيتشكاوش، كنديروا اجتماعات وكيتانيولاهم بلا كيانيولاهم الرئيس بلا ما يعلمنا، الناس ما بقاش كتقضى لهم الحاجه ديالهم، كنديروا اجتماعات باش تاخذوا قرارات كنتاخذوها مجموعين، كنتفاجئوا بالغد الاخر الرئيس كياخذ قرارات اللي لا علاقه لها بداك الشيء. المهم تجمعنا حنا 16 عضو من 21 وقررنا باش نعزلوا الرئيس، وفي الاول راسلنا الهيئه المجلس الوطني اللي جاوبنا، ودابا حاولنا ندخل القانون باش اليوم كان عندنا اجتماع باش نديروا المسطره القانونيه في اطار العزل. الا اننا كنتفاجئوا بقرار عند السيد الوالي اللي كيمنع الاجتماع بناء على واحد الرساله اللي وجهها ليه الرئيس السابق، ولا المهم الرئيس احمد المنصوري. وفي نفس الوقت بغينا ندخلوا المقر حتى نلقاو كاينين اربعه الحراس خاصين لا علاقه لهم كيمنعونا باش ندخلوا المقر.